بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم خاص بمستوى السنه الاولى متوسط، نحضر به الفروض والاختبارات. نص التمرين يقول: في عطله الربيع زار زميلك الذي يدرس معك بيت عمه الفلاح في الريف، فوجده يسقي الاشجار في بستانه ويختلع الاعشاب الضار، فلما راه عمه رحب به ثم قطف له بعض حبات الفراوله، تذوقها زميلك فوجدها ناضجه وحلوة رغم أنها في بداية فصل الربيع، أي في غير وقتها. يعني وجد هذه الفراولة ناضجة وحلوة واكتمل نموها رغم أن هذا الوقت غير وقتها. فتساءل زميلك عن مصدر هذه السكريات، لأن عمه كان يسقيها بالماء فقط، يعني النبات هذا كان العم هذا يسقيه فقط بالماء، لكن وجدنا فيه السكريات، فما هو السر؟ السند الأول: العناصر الغذائية المكونة للفراولة هي السكريات، لاحظ جيدا، الماء، الفيتامين سي، أملاح معدنية، بوتاسيوم أو مثل البوتاسيوم والكالسيوم. لدينا الوثيقة واحد تمثل لنا بيت بلاستيكي يستعمل للزراعة، والوثيقة اثنين تمثل لنا يعني صورة لدوران النسغ واتجاه النسغ الناقص والنسغ الكامل داخل النبات الأخضر. بالاعتماد على السندات وما درسته، فسر أولا، فسر كيف تركب نبتة الفراولة السكريات والمواد العضوية الأخرى. إذن الحل: اثنين، اشرح كيف يتم التحكم في نضج ثمار الفراولة في غير وقتها. وثلاثة، قدم نصيحتين للفلاحين للحفاظ على النبات الأخضر وزيادة وفرة منتوجه. نبدأ بالإجابة على أول سؤال: فسر كيف تركب نبتة الفراولة السكريات والمواد العضوية الأخرى. إذن تركب نبتة الفراولة السكريات والمواد العضوية الأخرى عن طريق عملية حيوية تسمى بالتركيب الضوئي، التي تحدث في الأوراق في وجود بعض الشروط، وهي الضوء، الماء، الأملاح المعدنية، غاز الفحم CO2 واليخطر. تسمى هذه الشروط بشروط عملية التركيب الضوئي. السؤال الثاني قال لك: اشرح كيف يتم التحكم في نضج ثمار الفراولة في غير وقتها. اذا اثنين، بعض الحالات نشوف يعني فاكهة في غير وقتها، فكيف يتم هذا؟ اذا يتم انتاج ثمار الفراولة في غير وقتها بغرسها في البيوت البلاستيكية، وذلك قصد التحكم في شروط التركيب الضوئي. يعني يقدر يتحكم مثلا الحرارة، وذلك باستعمال مثلا يعني مكيف هوائي، كذلك التحكم في الضوء باستعمال المصابيح، كذلك التحكم في غاز الفحم CO2 عن طريق التهوية، وكذلك التحكم في الماء والأملاح عن طريق السقي. وهكذا يعني يتحكم في شروط التركيب الضوئي ويعطيها الشروط المناسبة لهذا النبات حتى ينمو بشكل جيد. ثلاثة، قدم نصيحتين للفلاحين للحفاظ على النبات الأخضر وكذلك زيادة المنتوج. إذن ثلاثة النصائح: النصيحة الأولى استعمال البيوت البلاستيكية لإنتاج محاصيل زراعية جيدة وفي غير
عفوا في غير وقتها. ب مثلا استعمال الأسمدة يعني الأملاح المدنية لزيادة جودة المنتوج، مثلا اختلاع الأعشاب الضارة وهكذا، يعني نصائح كثيرة وكثيرة جدا. إذا هذا بشكل عام فيما يخص حل هذه الوضعية الإدماجية، إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بالقليل. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، والسلام عليكم.